بيشرفنا الأستاذ خالد نويرة وكيل الإدارة التعليمية بمركز الحسينية. أستاذ خالد أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضراتكم في مركز ومدينة الحسينية، وأهلا وسهلا بقناة إكسترا نيوز بمركز ومدينة الحسينية. أشكرك يا أستاذ خالد. حابين نتكلم عن إنشاء المدارس الجديدة اللي بتقوم بها مبادرة حياة كريمة، لو تكلمنا ليه الموضوع ما كانش مقتصر بس على إن هم يطوروا مدارس قديمة موجودة؟ هو أولا مبادرة حياة كريمة في مركز ومدينة الحسينية استهدفت 107 مدرسة، منها 48 مدرسة إنشاء جديد و59 مدرسة بين إنشاء بين تجديد وبين صيانة شاملة داخل مركز ومدينة الحسينية. إنشاء المدارس الجديدة إزاي هيخدم أهالي القرية والتوابع اللي موجودة فيها؟ يعني هيأثر مثلا على أنه ما يكونش فيه كثافة بالنسبة للفصول؟ هي أولا المدارس اللي تم إنشائها جديد فكت الكثافات، كانت الكثافات تتراوح في الفصل داخل الفصل من 75 إلى 80 طالب، وأصبحت الآن الكثافة من 40 إلى 45 طالب داخل الفصل، وده بيأثر سواء على الطالب أو المعلم. لما طبعا الكثافة تكون قليلة بتوصل مستوى التعليم لمستوى أعلى. أكيد التطوير ما بيكونش زي ما نعمل حاجة جديدة ونبنيها من الأول، إيه الحاجات المختلفة اللي موجودة في المدارس اللي بتنشأ جديد ومش موجودة في المدارس اللي بيتم تطويرها؟ إيه الحاجات اللي بيتم مراعاتها في إنشاء المدارس الجديدة؟ طبعا حضرتك لو تبصي للنموذج اللي موجودين إحنا فيه في المدارس هنا هتلاقي الملاهب مختلفة عن النماذج الأخرى، هتلاقي الفصل الدراسي مختلف عن المدارس الأخرى، هتلاقي الديسكات، هتلاقي المعامل، هتلاقي دورات المياه، المرافق الموجودة كلها اختلاف جزئي وكلي، وده بيسهل ارتفاع مستوى التعليم وبيخلي الطالب والمعلم والمؤسسة كلها في راحة نفسية. أشكرك أستاذ خالد نويرة، شكرا جزيلا على كل المعلومات دي، احنا سعداء بوجود حضرتك. نشكر حضراتكم، وليا بس ان انا بشكر القيادة السياسية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمبادرة حياة كريمة، سواء كان في مركز الحسينية او المراكز الاخرى او داخل الجمهورية الكرة، والف شكر. شكرا جزيلا لحضرتك.